معانا ومع حضرتك الكابتن محمد ابو الحاب المدير الفني لفريق معهد كيرفا كوتشينج الالماني. بنرحب بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. طبعا يا كابتن محمد احنا يعني عايزين نستغل الفرصه في تواجد حضرتك معانا النهارده، قيمه كبيره في مجال التدريب في قطاع الناشئين في المانيا، محقق نجاحات ما شاء الله كبيره جدا. حابين نعرف رؤيه حضرتك للنهوض بقطاع الناشئين في مصر عندنا، يعني النقط البسيطه اللي تقدر حضرتك من خلالها ننهض بقطاعات الناشئين في مصر، وحضرتك شفت قطاعات الناشئين ونزلت مصر وشفت الدنيا ماشيه ازاي هنا في مصر. والله يا محمد، زي ما حضرتك بتقول قطاعات الناشئين في مصر في الوقت الراهن محتاجه شغل كبير جدا، ويمكن من قبل كده وفي قامات كتير كبيره جدا تدريبيه في مصر ماشيه على اصبع المية، والناس دي اتكلمت كتير وقالت ان قطاعات الناشئين في مصر يجب ان يحط لها خطه غير الخطه الموضوعه حاليا. يعني احنا زي ما حضرتك بتشوف في مصر ممكن لاعبين كتير جدا في سن الشباب في سن 15 سنه او 16 سنه بيبطلوا كوره بسبب اصابات، بيبطلوا كوره بسبب ضغوط نفسيه، بسبب ضغوط اولياء امور، بسبب بنيه تحتيه غير سليمه. فالكلام ده كله لازم يتحط له خطه، وخطه تكون موضوعه بشكل سليم وبشكل علمي، بحيث ان احنا فعلا مصر بلد ال 100 مليون ما يكونش عندها فعلا لعيب او اثنين او ثلاثه او اربعه. احنا حق ان احنا بمواهبنا الموجوده في مصر اكثر من 100 محترف واكثر من 100 لاعب يمثلون في دول اوروبا كلها. فاحنا محتاجين خطه كبيره جدا لقطاعات الناشئين في مصر، وجدول غير الجدول الموجود، وبطولات غير البطولات الموجوده. فلا احنا محتاجين شغل كتير فعلا في الفتره اللي جايه دي. ده لو الناس هتسمع من حضرتك ومني ومن كل القامات اللي بتتكلم مع حضرتك. يعني حضرتك كابتن محمد كنت في يعني مع حضرتك في مداخله قبل البرنامج قلت لي ان انت مقدم مشروع كامل لوزاره الشباب والرياضه للنهوض بقطاعة الناشئين في مصر. ده حقيقي، ده حقيقي. كان ما هو المشروع بينص على التالي، يعني انت بتبني من تحت جدا، هتبتدي تشتغل من قطاعات البراعم، والمشروع بينص ازاي ان احنا نطلع بالبراعم دي ونكون قطاعات ناشئين مؤهله نفسيا ومؤهله بدنيا ومؤهله صحيا. احنا مشكلتنا كمان في مصر لو هنتكلم شويه المدربين مش مؤهلين. يعني احنا عندنا مجموعه مدربين في مصر على قدر كامل، مش عايزين نقول ان هم مش دارسين، ولكن احنا 50 او 60% من مدربين مصر مش مؤهلين علميا. يمكن هم مؤهلين ان هم لعبوا كوره قبل كده، طبعا احنا نقول في كتير جدا لعب كوره ودخل مجال التدريب من لعبه في الكوره، انما المجال العلمي في التدريب اللي العالم كله ماشي عليه دلوقتي ده مش موجود عندنا احنا في مصر. فده يمكن انا حبيت اعمل عليه سبوت في الفتره اللي فاتت، وعملت فعلا دراسات ودراسات كتير جدا ان ازاي قطاعات البراعم وقطاعات الناشئين بيقدم لها الدعم من وزاره الشباب والرياضه ومن الانديه الكبيره ومن اولياء الامور نفسهم، ان احنا نعمل بنيه تحتيه سليمه ونقدر بعديها ان شاء الله في خلال 5 او 6 سنوات نقدر يكون عندنا فعلا قطاعات ناشئين تليق باسم مصر زي ما بيقولوا يعني. فان شاء الله باذن الله احنا منتظرين رد سياده الوزير عن المشروع، وان شاء الله في اقرب فرصه اول ما يوصل لنا رد هيكون عند حضرتك خبر باذن الله تعالى. كابتن محمد، امتى اقدر اقول للناشئ ان انا اقدر اديله فرصه للمعايشه في اوروبا؟ يعني من سن كام بالظبط اقدر ابتدي اوفر للناشئ بتاعي او ولي الامر يحاول انه يشوف لابنه فكره المعايشه في اوروبا؟ من سن كام؟ فترات المعايشه في اوروبا ده قانون دولي، وده القوانين اللي حطها الفيفا، مفيش فترات معايشه اقل من 18 سنه. يعني ما ينفعش ولد يكون عنده 10 سنين 12 13 14، الارقام الغريبه دي قبل 18 سنه مفيش قانون دولي في الفيفا ان اللاعب ده يقدر يعمل فتره معايشه او يحترف. فمن بعد سن ال 17 سنه بدايه ال 18، هو ده 17 سنه 18 سنه سن فترات معايشه وسن احتراف. طب احنا معانا على الهواء كابتن محمد الكابتن سامح يوسف نجم نادي الزمالك السابق ومدير فني لفرقه 2007 في نادي المقاولين العرب، حابب يسال حضرتك على حاجه. يا كابتن سامح، اهلا بحضرتك. يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ يا كابتن محمد عامل ايه؟ كسان طيب، شرفت بيك يا فندم. الحمد لله، شرف لي، ربنا يكرمك. كنا حابين نعرف برضو تجربه البراعم في المانيا، هل دوري البراعم بتلعب ازاي؟ نظامه ازاي؟ شكل المسابقه تبقى عامله ازاي؟ البراعم بيلعبوا مسابقات بتبقى من سن كام؟ سؤال جميل يا استاذ محمد، اهو سؤال مش مترتب. طبعا والولد صغير البرعم ده بيبدا يخش الجيم من سن كام؟
طيب نستفيد من حضرتك يا استاذ محمد. هو سؤال فعلا سؤال في منتهى الاهميه وبشكرك عليه جدا يا كابتن. ربنا يخليك. لان احنا يعني بيختلط علينا الامر شويه، يعني حضرتك بتتكلم في سن البراعم، سن البراعم لحد سن نبتدي في الناشئ لحد 12 سنه ما فيش حاجه اسمها جيم. مفيش حاجة اسمها جيم يعني مفيش حاجة اسمها جيم او يلعب يعني ما يلعبش باوزان او يتمرن باوزان، لان ده خطر جدا بوزن الجسم، المفروض بوزن الجسم لحد السن ده خطر جدا. بالظبط وبيبتدي يا كابتن من سن 12 سنة. قبل كده البراعم كل تدريباتهم بمجرد هي بتبقى تدريبات فن مش اكتر، يعني تدريبات ترفيهية مع الكورة، وما ينفعش نعمل تدريبات للسن ده من دون الكورة. احنا عايزين نحبب البراعم او هنا طبعا كلها تبقى كورة، يقولوا احنا لازم نحببه. بالظبط بنحببه في الكورة، بنعمله تدريباته كلها بالكورة في اشكال ترفيهية اكتر كتير من ان هي اشكال فنية. فبالتالي قطاعات البراعم هنا حتى مسابقاتها ما عندناش اي مسابقات بروفيشنال. كل الاندية عندها قطاعات براعم كبيرة، علشان منه بتبتدي اللاعب دوت اذا كان عنده مهاره، طبعا زي ما حضرتك عارف اذا كان عنده موهبه بتبتدي تبان في الوقت دوت، ونبتدي نشتغل عليها وبينميها من بعد سن 12 سنه اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو فعلا بيبتدي فيه التدريبات بوزن الجسم او العمر الذهبي الاول زي ما بنقول هنا دايما وبندرسه للناس. هو ده بيكون العمر الذهبي الاول للولد، وبيتحط له سيستم التدريب بتاعه زي ما حضرتك تشرفت وقلت فعلا ان مفيش اي تدريبات قوه باوزان او بشيء غير وزن الجسم. فمن هنا البراعم فن، البراعم بتلعب لمجرد ان هي تفهم يعني ايه كره قدم او ايه هي الكره دي بتجري فين وبتجري ازاي، انما غير كده ما فيش اي ستريس ولا اي تعنيف ولا الكلام اللي احنا بنشوفه في مصر ده تماما لحد سن 12 سنه، وبعد كده طبعا التعنيف ممنوع تماما. يا كابتن محمد مع حضرتك. طيب احنا عندنا في مصر ظهرت الفتره الاخيره دي فكره الاستثمار الرياضي. الاستثمار الرياضي عندنا اكاديميات، وعندنا في مصر بقى بيظهر موضوع الاكاديميات بتاخد من الاولياد واولياء الامور فلوس عشان يلعبوا كوره. حضرتك شايف الشغل ده موجود في اوروبا؟ يعني فكره الاكاديميات دي والاستثمار الرياضي ده موجود في اوروبا بالشكل اللي بيتطبق عندنا في مصر؟ لا، احنا في اوروبا ما فيش عندنا اكاديميات. يعني مفيش اكاديميات يا فندم زي خلينا نقول. لا، مفيش اكاديميات، مفيش حاجه اسمها اكاديميه. ممنوع منعا باتا ان انت تاخد فلوس من اولياء امور او من ناس ان انت تعمل اكاديميه، وان انت تقول ان انا هقدم له كل شهر تدريبات. لا، الكلام ده كله موفر من الحكومه، موفر من الدوله، موفر من الانديه. كابتن محمد، هو ده قانون في المانيا ولا ده هو ده قانون في المانيا ممنوع ان انت ما فيش اكاديميات، ولا ده عرف سائد في المانيا؟ يعني ده قانون في المانيا بيحرم الكلام ده ولا ده ايه؟ بس هو ما اقدرش ان انصه كقانون. تمام يا فندم. يعني احنا خلينا نقول المانيا كلها، انا على مدى 20 سنه اللي فاتوا ما اعتقدش ان انا صادفت حد بيقول عندي اكاديميه للعب الكوره. انا ممكن يكون عندي زي معهد كيرفا كوتشنج اللي احنا فيه دوت، يبقى معهد بيديك شيء لكره القدم، فبالتالي انت بتاخد فيه بتتعلم فيه بحصص معينه بجدول زمني معين، فبالتالي انت بتدفع لي مقابل. دي اوكي. انما اكاديميه كامله انت بتيجي عندي كل اسبوع مثلا، خلينا نقول لثلاث اربع سنين بتيجي عندي كل اسبوع مرتين في الاسبوع زي الاكاديميات في مصر او الكلام ده، لا ده مش موجود تماما. الدروس ايه اللي بتدوها في الحصص في المعهد يا كابتن محمد؟ يعني بتدوا دروس ايه؟ احنا معهد كيرفا كوتشنج، احنا بتاع تكنيك، لما جرافيك تكنيك او فن اداء الحركه بالكره وفنون الكره وتحركات. فده احنا ما بنتعاملش على قطاع ناشئين بس او شباب، احنا برضو يعني شغلنا على لعيبه كبار زي البرايفت ولاعيبه اسامي كبيره جدا. يعني خلينا نقول مثلا، لو ناخد مثال بسيط وهقول اسم واحد لان انا مش مطرح له اقول اسامي، احنا بنشتغل مثلا على توني جروس في ريال مدريد، وكان في بايرن ميونخ، ولحد يومنا هذا توني جروس ليه عندنا 60 ساعه في السنه. لكن فكره الاكاديميات بيزود من مهاراته التكنيكال تكنيكال. لكن فكره الاكاديميات يعني بتطبيقها اللي في مصر ده شيء حضرتك شايف ان هو يعني حاجه منزفه، بتنزف اولياء الامور في موضوع الفلوس والكلام ده كله؟ بس هو شيء خطر جدا، لان احنا بنتلاعب بمشاعر اولياء امورنا.
ما طبعا زي ما حضرتك شايف ان كل اولياء الامور في مصر او في العالم كله عنده حلم ان ابنه يبقى لعيب كوره، عنده حلم ان ابنه يبقى هو سبب الدخل للبيت في السنين اللي بعد كده، عايز ابنه يبقى هو محمد صلاح طبعا زي ما احنا عارفين، عايز يبقى ابنه تريزيجيه. فاحنا بنتلاعب للاسف في مصر، مش عايز اقول في الوطن العربي، يعني الوطن العربي فيه مصداقيه اكتر من مصر. في مصر احنا بنتلاعب شويه بعقول الاولاد الصغيرين وعقول اولياء الامور، اللي احنا بنفضل لهم فكره ان ابنك هيجي من عندنا بعد اسبوع هنخليه يروح يحترف في ريال مدريد. ده حاجه ما بتحصلش وعمرها ما هتحصل. طب نصيحتك ايه يا كابتن محمد نصيحتك ايه في الموضوع ده بالذات عشان نقفل الملف بتاع اكاديميات ونقفل ملف نصيحتك ايه لاولياء الامور هنا في مصر؟ نصيحتك لاولياء الامور هو في فعلا لو هنتكلم يعني والحق يعني حق ان يتكلم صحيح من في انديه عندها اكاديميات، ومثال انديه كثيره اللي عندها اكاديميات فرصتها اكبر من ولد اللي هو او عنده فعلا تالنت ان فعلا عينها تبقى جايته وانا حسب مصر السلطه. انا هو لو انا بتمرن جوه بعيدي وانا ابني تالنت وانا شايف ابني عنده موهبه، فالانديه دي ممكن توفر له الفرصه دي، انما ما اقدرش اروح الاكاديميات الخاصه واضحك على ابني كله انه بكره النادي الاهلي، ما بتحصلش ما بتحصلش، لان الناس نفسه عنده اولاد كثيرين وعنده اكاديمياته، عنده توأمات بيعملها مع انديه ثانيه ممكن يستعين منها اللاعبين، واحنا ما وصلناش ان احنا هنخلي ولد يوصل لمرحله ان هو يبقى لاعب، فاهم؟ ان انا هفرض على لاعب دي استحقاقات لا، فاحنا خلي العمليات، انا اسف ان انا اقوله دوت، عمليات النصب منتشر دلوقتي في مصر بشكل غير طبيعي. طيب احنا بنشكر الكابتن محمد ابو رحاب لان تقريبا في مشكله في الصوت، بنشكر الكابتن محمد ابو رحاب ان شاء الله على وعد ان شاء الله تبقى معانا في حلقه من الحلقات نستفيد من خبرات حضرتك ونستفيد ونصائح لاولياء الامور ونصائح لقطاعات الناشئين في مصر اللي هي يعني شغلنا الشاغل في الفتره دي، وان شاء الله خلال المرحله اللي جايه ما هيبقاش عندنا اهتمام اكتر من قطاع بقطاعات الناشئين في مصر. نشكرك كابتن محمد وان شاء الله نلتقي بيك في حلقه هنا في مصر باذن الله. نرجع كابتن سامح تاني لحضرتك. طبعا كلام الكابتن محمد ابو رحاب يعني عن قطاعات الناشئين كلام جميل كله، وفكره الاكاديميات اللي هو كان بيتكلم فيها، وفكره النزيف الاموال اللي بيدفع من اولياء الامور عشان خاطر عايز ابنه يبقى لعيب كوره وحابب ان ابنه يبقى في مكان عاليه. حضرتك شايف الكلام ده ازاي؟ بص انا مش حابب حته الاستثمار دي صراحه، يعني زي ما قال كده برضو يعني في استنزاف لولي الامر دفع الفلوس، وده في واحد اولي الامر يدفع 500 جنيه هنا و1000 جنيه هنا، وفي الاخر معظم الاولاد ما بتتعلمش حاجه. يعني مع احترامي طبعا لجميع الاكاديميات اللي هي الخارجيه اللي بره اللي هي مش معروفه مش مرخصه مش بتاع حد لاعب مش بتاع حد دارس يعني مش حد معروف، انت عارف كله لازم يعمل اكاديميات.